كيب السلام عليكم، رانا مع طوكيو ورانا مع البلاد اللي راكو تشوفوا فيه. راح نهضروا عليه في لا فيديو ونهضروا على المكونات ديالو اللي راكو تشوفوا فيهم: لويل صومو، زوج لي مارك، البيض تاع السمان، رقابي، زروديه، بروكولي. تابعوا معنا الفيديو تفهموا كلش. على بركة الله نبداو ونحكيو على الجزر اللي على بالنا كامل باللي غنية بالالياف وبالفيتامينات. اما البروكولي من الخضروات الجيدة للكلاب والقطط، غني بمضادات الاكسدة وفيه فيتامينات الا و سي، وفيه تاني حمض الفوليك اللي هو مفيد جدا للوقايه من فقر الدم. اما بيض السمان فهو غني بالاحماض الدهنيه والسيلينيوم والحديد وفيتامين B12 وفيتامين A. بما يخص زيت الصالمون فهو غني بالاحماض الدهنيه المتعدده غير المشبعه، بما في ذلك احماض اوميغا 3 واوميغا 6 الدهنيه. الكلاب والقطط غير قادرة على إنتاجها بنفسها أو على الأقل بكمية كافية، لذلك يجب توفيرها عن طريق الطعام. في الأخير رقابي تاع الدجاج لما تقدمهم المرة الأولى للكلب ديالك مليح تكسرهم وتعسو كيعضهم، هكذا باش ما يصراح حتى مشكل وما يحصلولوش. وحاجة واحدة أخرى، طبق هذا كما شفتوه خضر راح يمد الانتعاش ولا فريشر للكلب ديالك سيرتو في زمان الصيف. إن شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، ما تخلوهاش تحبس عندكم. سلام.